السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي دائما ما توافيكم بالجديد والحصري على اخبار شبيبه القبائل. يعني حصريا اليوم ماذا تكلموا في جريدة الكومبيتيسيون؟ قال لك في عناوين الصحيفة: رجم غير قابل للتحويل في الجزائر. يعني رجم لو ما يروحش يعني لأوروبا ويحترف في أوروبا فلن يكون في الجزائر، يعني غير قابل للتحويل. وذلك يعني قصدوا به مولودية الجزائر لما أرادت تعويض بلايلي بآدم رجم لاعب شبيبة القبائل، لأنه راح يبقى مع الشبيبة إن شاء الله وغير قابل للتفاوض. عندنا بولايا منتظر اليوم في الجزائر، احتمال كبير أنه سيمضي مع شبيبة القبائل كي تكتمل الصفقة بإذن الله. لما لا؟ لما لا؟ الموسم هذا أو الموسم القادم ستكون شبيبة القبائل أقوى بكثير. والشكال يصرح ويقول: يجب أن أقدم الأفضل. يعني الشكال قال لك: لي عظيم الشرف أن أمضي مع شبيبة القبائل لأنه زعيم الأندية الجزائرية، ويجب أن أقدم الأفضل مع الشبيبة. صراحة يعني لو تتم صفقة بولايا ستكون شبيبة القبائل في أقوى حلة لها منذ زمن، يعني ستسترجع الهيبة تاعها إن شاء الله. لايك على الفيديو وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات.